إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة فماذا يصنع؟ المشروع أنه يقطعها إذا كانت نافلة، يقطعها ليهتم بالفريضة ويصل مع الإمام من أولها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المسلم. رواه مسلم صحيح. فيقطعها بالفريضة يشتغل بالاستعداد بالفريضة، هذا إذا كان قبل الركوع الثاني. أما إذا كان الركعة الثانية ما بقى عند السجود او التحيات فله هذا واسع، فاذا تم فحسب بانها ذهبت وما بقي صلاه، اقل صلاه ركعه، ما بقي الا شيء يسير لا يشغل الجامعه الاستعداد.